هذه الصورة من دمشق في كنيسة الشماع كما يبدو اليوم. بلغ ألبير ورشيل قمع العقد الثامن لهما وما زالا هنا، بقيا إلى جانب قلة من أبناء ما يعرف بالطائفة الموسوية في سوريا يرتادون ما تبقى في حال جيدة من أماكن عبادتهم. هي كانت الكنيسة قديمة كتير يصلوا فيها اليهود بسوريا. كل عائلة عريقة تبقى عندها وصفة كنيسة، يعني ذكرى لعائلتهم. هون احنا خلينا على أساس هون كلها يعني سويناها رماها تقريبا. بعد حرب 48 هاجر نحو 5000 من يهود سوريا إلى إسرائيل، ليبقى منهم بحسب إحصاء عام 57 نحو 32,000. حرب 67 كانت مفصلاً في تراجع أعداد أبناء الطائفة الموسوية في سوريا، فمنذ ذلك العام وحتى بداية التسعينيات هاجر العدد الأكبر منهم، ليبقى نحو 4,500 يهودياً سوري عام 92,900. بعد 48 حرب فلسطين قاسوا اليهود كتير هون، يعني ضلوا تقريبا شي 25 سنة 30 سنة على أساس ممنوع 5 كيلومتر يطلعوا برات الشام. وبعض الحكام اللي اجوا دخلونا بالقضية الفلسطينية وقالوا لنا نحن طابور خامس، وبلشوا بقى بالطابور الخامس عوال ما يعطونا حريتنا ونضل حريتنا الكاملة. هذه طبعا الشاب من 15 و20 سنة وهذه ما بيقبل انه يضل محصور، يعني فهمت كيف؟ واشغالنا كانت كتير موقفة، كمان ما كان في اشغال واحد، لذلك العالم كتير بعض الشباب ضايقوا من الحرية صاروا يهربوا يسافروا، يعني يهربوا ويسافروا يعني براد الشام. منذ أن بدأ أتباع الطائفة الموسوية مغادرة سوريا في تسعينيات القرن الماضي، تحولت معظم منازلهم التي باعوها إلى فنادق، مطاعم ومعارض فنية. غالباً ما اجتمع اليهود في البلد الذي يعيشون فيه في حي واحد يكنى بهم. في حارة اليهود التي تغير اسمها إلى حي الأمين تقع مدرسة ابن ميمون التابعة للطائفة الموسوية. هون مخبر علمي للشباب اللي بيتعلموا هون، كانوا يعني من جميع الطوائف، يعني مسيحية شاي إسلام شاي. مسيحية يهود كلهم بيتعلموا المخابر تبع الأشياء العلمية الطبية، الشغلات الطبية. يعني كل بيت بيحطوا هي المزوزة مكتوب اسم الله عليها، اسمع علي إسرائيل أنت إلهنا أنت واحد. تعاقبت أجيال عديدة على هذه المدرسة، لكن أبناء السبعينيات والثمانينيات كانت حياتهم أفضل. قال لهم الرئيس قال لهم لا هيك ما بيصير، احنا لازم نعاملهم مثل معاملة جميع المسيحيين والإسلاميين. كانوا بالقبلة يروح الواحد مثلا، تروح الأم تسافر تشوف أهلها برا ترجع، يروح الولد يسافر تروح البنت تروح هذا، بس يروح الواحد ويرجع. وهلأ فينا نقول إنه في 10 أشخاص 20 شخص، يعني بهالحدود، يعني تقريبا كله أفراد، يعني بدك تقول يعني في شخصين في ثلاثة في أربع أشخاص، يعني ما في أفراد. إحصاء دقيق للأعداد يعني ما يعني هلا ما عاد محرزة نعمل إحصاء، معروفين يعني كلهم بقى ما بقى في. سليم همداني صاحب أشهر محل للتحف الشرقية في دمشق القديمة أحد الذين لم يغادروا. أخي طلع 92، لحقوا أخي لحقوا أختي هيك، للوالد طلع عام 1998. أنا ما طلعت، حبيت الشام قعدت فيها، يعني العيشة كتير حلوة هون، عندي رفقات كتير هون وشغلي وعملي وشايف المحلات هاي. اليوم بقي في سوريا نحو 15 من اليهود، لا نعلم إن كان من بينهم 10 من الذكور، العدد المطلوب لإقامة الصلاة في هذا الكنيس.
دينا وقاف، بي بي سي، دمشق.